عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا التمرين اللي غادي نخدموا عليه او الداله اللي غادي نخدموا عليها، لحظه، اذا الداله اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله تعالى، اول داله غادي ندرسوها دراسه شامله، يعني غادي نجمعوا فيها جميع تقريبا الفقرات اللي درنا. اذا دراسة دالة شاملة، دونك التمرين الأول دراسة دالة دراسة شاملة étude fonction. اللي خصك تعرف دائما في دراسة دالة في étude fonction، اللي خصك تعرف، خصك تعرف ما يلي. أول حاجة كتكون مطالب بها هي هي تحديد مجموعات التعريف. اول حاجه خصك ديرها هي مجموعات التعريف. اشنو خاصك اون بس مفسوس؟ اول حاجه كتكون مطالب ديرها هي تحدد دي دوايف. هاد السؤال هذا ممكن يتعطاك ممكن ما يتعطاكش. مجموعة التعريف، أمين رب العالمين، دومين دو ديفينيسيون، دونك دومين دو ديفينيسيون، أول سؤال، بعدا نعرفو فين خدامين. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد التمارين هادو اللي غادي نديرو دابا. اول حاجه هي هادي باش تعرف وتفهم كل سؤال علاش كيتحط. من بعد كيجيك مباشره الحساب النهايات كالكول ليميت. من بعد كيجيك لاش الحساب النهايات كالكول ليميت، كيقول لك احسب النهايات، احسب مثلا كالكولي لي ليميت، وكيطلب منك بعض النهايات. مثلا ليميت اكس يؤول الى عدد، وليميت اكس يؤول سواء الى زائد سواء الى ناقص ما لا نهايه ديال اف لي اكس. واخا انا غادي نقلب لك، انا غادي ندخل للسيت ونشوف هذا الشيء. هذا شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو انك دير تحديد المقاربات. المقاربات راه مهمين بالنسبه للشكل. عرفتي بحال اش؟ بحال داك المعلم اللي كيبغي يدير الضاله مثلا،
دوك البنايه ملي كيديروا الضلاج كيديروا بعض العمادات باش يدير واحد الشكل معين، سواء باش يدير الدروج داير هكا، سواء باش يدير مثلا واحد السقف داير، سواء باش يدير واحد الديكور في الحيط، سواء اذا كيديروا عمادات كيعتمدوا عليهم باش ياخذ واحد الشكل معين. نعطيك غير مثال بسيط، الا بغيتي تقاد القبس مثلا بحال هكا، دير شي حاجه القبس هكا كتقاد ليها واحد القالب، بحيث ان الا خوتي في هذاك القبس يتمشى على حسب القالب. بغيتي دير واحد القوس بالقبس راه كدير واحد القالب بالقوس اللي بغيتي. اذا هذوك العمادات اللي كيعاونونا باش نرسموا الشكل واش ميل هكا ولا ميل هكا، راه مهمين بزاف اللي هما المقاربات والمماسات. اذا نركز معاه، اذا الدور ديال هاد النهايات هو تحديد المقاربات، المقاربات او الفروع اللانهائيه، الفروع اللانهائيه لي برونش انفيني، لي برونش انفيني. هذا هو التصميم ديال الداله نهار الوطني، هذا هو التصميم ديالها. اذا لي برونش انفيني قلنا فيهم جوج، كاينين المقاربات وكاينين الفروع الشلجميه، صافي. الفروع اللانهائيه قلنا كاينين جوج، كاينين المقاربات وكاينين الفروع الشلجميه، وهادو انطلاقا من النتيجه اللي خرجت لك في النهايه. اذا هادو راه عباره عن جمل. اش كيقول لك في السؤال؟ السؤال كيقول لك احسب الليميت ثم اول هندسيا النتائج المحصل عليها، انتربريتي جيومتريكمون لي ريزولتا اوبتوني، وبيان لو ريزولتا اوبتوني، النتيجه ولا النتائج المحصل عليها. اولا كيقول لك مونتريكولا دغوات الى ايتينا سامبتو توبليك، بين ان المستقيم هو مقارب مائل للمنحنى بجوار بلوس او موان لانفينو، كيعطي واحد المعادله ديالو. حنا غادي نشوفوا جميع الانواع الاسئله اللي كاينين، صافي. من بعد ما كيسالم لي ليميت او لا بارتي ديال لي ليميت، هذه كتدي تقريبا واحد جوج حتى ثلاثه ديال النقاط ولا على حسب واش كثار ولا قلال، غادي يجيك سؤال اخر او جزء اخر، هو انك درس الاشتقاق، سواء كيكون السؤال ديال ادرس قابليه الاشتقاق، اتيدي لا ديريفابيليتي، اتيدي لا ديريفابيليتي دو اف ا دووات ولا غوش ولا كذا، ادرس قابليه الاشتقاق. او لا يقدر ما تكونش قابليه الاشتقاق مباشره، غيقول لك اش وحسب اف بريم. هنا يا اما كتكون قابليه الاشتقاق، قابليه اشتقاق داله ديريفابيليتي ديال فونكسيون، هذا كيحدد لينا المماسات، الدور ديال هذه الفقره كتحدد ليا واش كاين عندي مماسات ولا لا، وهادو كلهم دعامات اللي كيعاونوني نرسم الشكل ديالي في النهايه. اذا الدور ديال هذه قابليه الاشتقاق هي اش؟ هي تحديد المماسات، تحديد المماسات لي طونجونت، على الاقل تاخذ على بعدا فكره على هادشي كي كيتحط لي طونجونت. ثم كيقول لك في قابليه، من بعد قابليه الاشتقاق اش كيقول لك؟ هادشي داخل مازال في الاشتقاق، كيجي كيقول لك حسب ليا اف بريم لي اكس، صافي كالكولي وحسب. غير هنا في الوطني كيقول لك بين في غالبيه الامتحانات اللي تحطو، علاش؟ لان عارفين بلي ان كاين واحد، كاين واحد فيها من التلاميذ اللي كيغلطوا، الا غلطتي في اف بريم راه مش هادشي اللي جاي من بعد. اذا كيطلب منك انك تحسب اف بريم. الهدف من حساب اف بريم هو دراسه التغيرات، دراسة التغيرات، كل حاجة عندها واحد الهدف، تغيرات الدالة، تغيرات الدالة واش تزايدية ولا تناقصية، تغيرات الدالة، صافي. فارياسيون دون فونكسيون، راه إلا قلت لك درس ليا دالة خصك تعرف لهاد الشيء ديرو بوحدك، راه يقدر نعطيك داله هكا، نعطيك اف الاكس كتساوي نقول لك درسها. اذا خصك تعرف ان تحدد ليها مجموعه التعريف، تعرف هذا الترتيب خص يكون في دماغك،
variation d'une fonction. مزيان. تغيرت فيها تحديد واش تزايدي ولا تنقصي، وداخل فيها كذلك الجدول ديال التغيرات. بالنسبة للمشتقات الثانية مرة كتكون مرة ما كتكون على حسب الدالة. صافي، مرة كتكون المشتقات الثانية مرة ما كتكونش. ثم كيجي ديك الساعات الجوج دروس اللي هما اضافيين، المماس مثلا هذا داخل هنا، اولا كيقول لك حلول ديال المعادله باستعمال مبرهنات القيم الوسيطيه تيوغم دي فالوغان تيغميديا، اولا كيعطيك الداله العكسيه، اولا كيعطيك متتاليه. اذا ما ياتي من بعد التغيرات ديال الداله اسئله متفرقه داخل فيها الكالكول دانتيغرال، داكشي اللي كيجي من بعد داخل فيه، داخل فيهاش. داكشي اللي كيجي من بعد غادخل فيه الداله العكسيه. الداله العكسيه فونكسيون ريسيبروك كيدخل فيه تيوغيم دي فالور انترميديير، كتدخل فيه الكالكول دانتيغرال حساب التكامل. ولا كتدخل فيه المتتالية. هذا الدرس هو اللي كنزيدو من بعد، دراسة دالة مرتبطة بمتتالية أو أسئلة في الحساب التكاملي لحساب المساحات والحجوم، أو تيوغيم دي فالوغان تيغميديير باش نحلو معادلة ولا باش نحددو نقاط تقاطع المنحنى مع محور لافاصيل، أو لا الدالة العكسية باش نشوف واش الدالة كتقبل الدالة العكسية. إذا هذا الشيء كامل داخل فيما يسمى بدراسة الدالة، داخل فيما يسمى بدراسة الدالة. إذا على بركة الله ناخذ المثال الأول. المثال الأول اف ليكس كتساوي ناقص اكس زائد جوج على جدر اكس زائد واحد. هذه دالة. غير في الوطني الدالة راه كيكون فيها داخل فيها الالان، الالان ليكسبونونسيال على حسب ما علينا. حدد الدي مجموعة تعريف الدالة، هذا هو السؤال الاول. حدد الدي مجموعة تعريف الدالة. ديتيرمينون دي دو اف لنحدد اشنا هي دي دو اف. هناك شرط، اشنا هو الشرط؟ هناك جدر ومقام. اذا دي دو اف هي اكس ينتمي الى، عندي جوج ديال الشروط، ما في المقام او ما بداخل الجدر خص يكون موجب، وما في المقام خص يكون يخالف الصفر. ياك ما بداخل الجدر خص يكون موجب، وهذا الشيء اللي في المقام خصو يخالف الصفر، هذا هما الشروط. اكس زائد واحد اكبر من او تساوي صفر تكافئ ماذا؟ ان اكس اكبر او يساوي ناقص واحد. نمشيو للشرط الثاني، جدر اكس زائد واحد تخالف الصفر تكافئ ماذا؟ او نديرو حنا تساوي صفر تكافئ ماذا؟ تكافئ ان جدر اكس غادي نرفعو الاستثناء هنا وهنا، يعني اكس زائد واحد يساوي صفر. يكافئ ماذا؟ ان اكس يساوي ناقص واحد. اذا باش ندمجو هاد جوج ديال الشروط، قال لك اكس خص يكون اكبر من او يساوي ناقص واحد،
وقال لك اكس ما خصوش يساوي ناقص واحد. اذا اش اذا باش تدمج هادو غتقول اكس اكبر قطعا من واحد. اذا مجموعه التعريف دي دو اف هي اكس كبر من ناقص واحد وما يساويش ناقص واحد، يعني مفتوح ناقص واحد زائد ما لا نهايه، حيت اكس كبر من ناقص واحد هي من ناقص واحد تال زائد ما لا نهايه، هكا مسدود. وبما ان اكس ما خصوش يساوي ناقص واحد اذا غادي نحلو عليه. هذه هي مجموعه التعريف. يا الله يا الله. دابا غادي يجي غادي يقول لك حسب لي النهايه واستنتج او اعطي التاويل الهندسي نفس الترتيب اللي عطيناه. لنحسب، الله يرحم الوالدين ما فهمتوش الشيء هذا تفعلوا في لي كومونتير. ليميت اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه ديال في اكس، نجيو نحسبوها. نشوفوا شحال بتعطينا. دونك ناقص اكس شحال تعطينا هادي؟ جوج على جدر اكس زائد واحد. تخي بيان هايا، تخي بيان هايا، مزيان. ناقص اكس زائد جوج على جدر اكس زائد واحد. هادشي كنديرو غير في الوسخ، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي صعيب عليهم يحددو. إذا غتعطيني ناقص، غنعوض إكس بهذا، هادشي كنديرو غير في الوسخ. زائد جوج على جدر زائد واحد، من هاني تاخدوها افكار على العمليات على النهايات. ناقص مع زائد ناقص ما لا نهايه بلس لانفيني زائد واحد، ديما ما لا نهايه زائد ولا ناقص عدد كتبقى ما لا نهايه. الجدر ديال ما لا نهايه هو ما لا نهايه، اذا جوج على عدد على ما لا نهايه دائما كيعطيني صفر، اي عدد على ما لا نهايه صفر. اذا غتبقى ناقص ما لا نهايه زائد صفر، اذا غتعطينا شحال؟ ناقص ما لا نهايه. اذا اللي غنحطو النتيجه فقط، ولكن ضروري تهبط لهنا ودير التعليل، لان غتعطيني ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اش ديال موان اكس صادون، دونك بلوس مع الموان موان لانفيني. ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اش ديال دو سيغ سين اكس بلوس ان جوج على جدر اكس زايد واحد، غتعطينا دو سيغ لانفيني صادون زيرو. دونك موان لانفيني بلوس زيرو هي موان لانفيني، صافي. إذا هادي ضمننا النقطة ديالها. ما عندناش تأويل هنا، لأن قال لك أول النتيجة المحصل عليها، ما عندناش تأويل. قلنا ملي كنحسبو في الملانية وكتخرج ملانية ما عندناش تأويل. وما نزيدو حتى شي مرحلة، ما نزيدو حتى شي مرحلة، حيت قال لك حسب هذا، ها حنا حسبناه. نمشيو نحسبو دابا الليميت الأخرى اللي عطانا. راه في السؤال قال لك احسب وعطاك هاد الليميت. لا ياسين ما نحسب والو. نلتزموا فقط بالسؤال. دونك بغينا دابا نحسبوا الليميت اكس طون فيغ ان بلوس دو اف دو اكس.
يلا نحسبوا هذه حتى هي، شوفوا شحال بتعطينا. راه ماشي ديما النهايات كيتعطاو صعاب، النهاية راه تقدر تكون بحال هكا شي حاجة بسيطة جدا. تأويل أم بسمة درناها في الحصة الماضية، هو واحد الجملة كنكتبوها عبارة عن جملة. ملي كنقلب عليها ما لقيتها، ملي غنلقاها نصورها لك، ولا راه ديجا مصوره في تما في الجروب. اذا التاويل هو عباره عن واحد الجمله كنكتبوها انطلاقا من النتيجه المحصل عليها. اذا هنا ليميت ماشي في بلس لانفيني، اعتذر، ليميت في واحد بلس. ليميت في واحد بلس صافي. اذا ليميت في واحد بلس ديال اف لي اكس كتساوي ليميت اكس غادي لفين، غادي لواحد من جهه اليمين، واحد بلس يعني اكس غادي لواحد من جهه اليمين ديال ناقص اكس زائد جوج على جدر اكس زائد واحد. غادي نحسبو، غادي نجيو للوساخ ديالنا باش نشوفو شحال غتعطينا. ليميت اكس طون فيغ ان بلس ديال ناقص اكس زايد جوج على جدر اكس زايد واحد غتعطيني، غنعوض اكس بهاد العدد. اذا ناقص واحد زايد جوج على جدر ناقص واحد زايد واحد غتعطيني ناقص واحد زايد جوج على جدر ناقص واحد زايد واحد صفر. اذا غتعطيني ناقص واحد زايد جوج على صفر بلس، وحنا كنعرفوا ان عدد على صفر بلس هو بلس لانفيني. اذا ناقص واحد زايد زايد ما لا نهايه غتعطيني بلس لانفيني. اذا غتعطيني بلس لانفيني صافي. اذا غتعطينا زايد ما لا نهايه، وغادي نجيو لهنا غادي نقولوا علاش. لان كار ليميت اكس طون فيغ ان بلس ديال ناقص اكس غتعطيني ناقص واحد، والليميت اكس طون فيغ ان بلس ديال جوج على جدر اكس زائد واحد غتعطينا جوج على صفر بلس هي بلس لانفيني. لا ام بسمة، ولكن كتعطينا زائد ما لا نهايه. دائما ام بسمة عدد على صفر كيعطينا زائد ما لا نهايه. عدد على صفر موجب، عدد على صفر بصفه عامه، عدد على صفر ديما كتعطينا ما لا نهايه، وعلى حسب الاشاره ديالهم واش موجب مع موجب ولا سالب مع سالب على حسب. اذا بصفه عامه عدد على صفر كيعطينا زائد ما لا نهايه. اذا هنا شنو تلاقينا؟ تلاقينا بلي ان الليميت في عدد، الليميت في عدد عطاتنا ياش، عطاتنا الملانيه. شنو هو التاويل الهندسي؟ شنو هي الجمله اللي غادي نكتبو؟ وهناك تاويل هندسي في هاد النهايه هذه. التاويل لانتربريتاسيون جيومتريك،
التأويل الهندسي لانتربريتاسيون جيومتريك شنو غادي نقولو؟ سي دو اف منحنى الدالة يقبل مقاربا عموديا معادلته اكس يساوي واحد على اليمين. بالفرنسية سي دو اف ادمي اون برو ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال دي كوسيون اكس ايكال ا ادغوات على اليمين. هذه هي الجملة اللي كنكتبو، هذا هو التأويل. اذا بالفرنسية سي دو اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال une asymptote verticale d'équation x est égal à 1 à droite. مجرد جملة ومبسمة. إذا سالينا السؤال رقم جوج. شوف دابا في السؤال رقم ثلاثة اش قال لك؟ عوض ما تمشي انت ضرب تمارة ديال اف ليكس على اكس و اف ليكس ناقص اكس دوز من جوج النهايات باش تلقى الفرع اللانهائي هنا البغونشاف فيني هنا في لانفيني، غايقول لك مباشرة سيدي، غايقول لك سيدي مونتخي كو مونتخون كو قال لك هنا يتم تحديد معادلته، اذا ما عطاناش المعادلة. مونتخون كو سي دو اف صافي صافي هنا ما عطاناش المعادله. سي دو اف ادمي اون اسامبتوت اون اسامبتوت اوبليك غي سميه دلتا ديكواسيون ما عطاناش ليكواسيون ديكواسيون غادي تيرميني اون اسامبتوت اوبليك ديكواسيون غادي تيرميني تحدد بمعادلة تحدد. بين ان لو لنبين ان سي دو اف يقبل مقاربا مائلا غي سمي دلتا مائلا نعم قابل للاشتقاق، نعم ماشي للانشقاق الاشتقاق. سي دو اف يقبل مقاربا مائلا يتم تحديد معادلته، حيت كاين فرق ما بين الى عطاك المعادله من عنده وكاين فرق ما بين الى ما كانش المعادله. بحال هنا دابا ما كايناش المعادله، اذا نحن مجبرون على تحديد النهايه الثلاث. حنا حسبنا النهايه في زائد ما لا نهايه شنو عطاتنا؟ النهايه في زائد ما لا نهايه عطاتنا يا سيدي عطاتنا يا سيدي عطاتنا ناقص ما لا نهايه. اذا هنا مجبرين كما قلنا اننا نزيد النهايه المواليه. اذا غادي نحسبوا دابا الليميت الثانيه. ديال اف ليكس على اكس. اذا غنحسبوا النهايه المواليه ديال اف ليكس على اكس. اف ليكس هي ناقص اكس زائد واحد عفوا زائد جوج على جدر اكس زائد واحد. على اكس. اذا هنا اول حاجه غادي ديرها هي تقسم هذه على جوج باش دير هذا على هذا وهذا على هذا.
غتعطينا ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني. غادي ندير دابا هذا على هذا، اذا ناقص اكس على اكس زائد هذا جي اكس عفوا جي دير اكس زائد واحد. اذا هذا غيعطيني اختزال غتبقى ناقص واحد، ها هي كاع نديروها. ناقص واحد زائد جوج. بعض المرات راه ما كنحتاجو حتى تقنيات في حساب النهايات، بعض المرات كيكونوا لي ليميت بساط، وغالبيه النهايات اللي كيعطونا نهايات قابله للحساب بطريقه مباشره او بالاستعانه ببعض التقنيات البسيطه في التعميل. اذا الا حسبنا هذا غتعطيني لانفيني، لانفيني هي بلس لانفيني، جوج على لانفيني هي صفر، اذا ناقص واحد زائد صفر هي ناقص واحد، لان ضروري دائما اي نهايه حسبتيها حط لها التعليل. ليميت اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه ديال جوج تخي بيان ما في ميلا على اكس جدر اكس زائد واحد غتعطيني هذا بلس لانفيني، وعدد على لانفيني هي صفر، اذا غتعطيني ناقص واحد، هذا غيعطينا صفر، اذا ناقص واحد. واش استاذ سالينا؟ مازال غندوزو للمرحله المواليه. غادي نحسبو دابا اشنا هي المرحله المواليه. المرحله المواليه هي انك تحسب النهايه ديال اف لي اكس ناقص ا هذا العدد اكس، يعني ناقص واحد اكس. اف لي اكس اللي هي ناقص اكس زائد جوج على جدر اكس زائد واحد، هذا التعويض ديال اف لي اكس، ها هي كامله ديك اللي عطونا في الداله، التعبير ديال الداله، ناقص مع ناقص زائد واحد اكس هي اكس. منين استاذ كنجيبوا هذا العدد اللي كنحطو حدا اكس؟ من النهايه اللي قبل غادي نلاحظوا بلي عددا متقابلا غتبقى عندي اش غتبقى عندي اثنان على جدر اكس زائد واحد، اذا اثنان على زائد ما لا نهايه اللي هي صفر. اذا بما ان النهايه الاخيره تاعي عطاتنا عدد، اذا المنحنى يقبل مقاربا التأويل الهندسي. دابا التأويل الهندسي انتربريتاسيون جيومتريك، غادي نقول لي سي دو اف يقبل حسب ديك الخطاطه اللي كنا عطينا مقاربا مائلا مقاربا مائلا نسميه دلتا كما سموه في السؤال، معادلته إيكغيك كتساوي ا اكس، يعني ناقص واحد اكس زائد صفر هي ناقص اكس، بجوار زائد ما لا نهاية سي دو اف ادمي اون اسامبتوت أوبليك دلتا ديكواسيون تخي بيان تيغ دي ميغفي ديكواسيون إيكغيك إيكال موان إكس أو فوازيناج دو بلوس لانفيني.
هذا هو التأويل. دابا غادي يقول لك بما ان كاين هنا كاين مقارب مائل، دائما ملي كيكون مقارب مائل كيطلب منك انك تدرس الوضع النسبي ما بينه وما بين المنحنى. يعني واش المنحنى دابا ملي غادي نرسم داك المقارب المائل، واش المنحنى غادي يكون فوق منه ولا غادي يكون تحت منه؟ صافي. اذا ملي كندير واحد الدعامه، واش داك الحاجه اللي غادي ندير غادي تكون فوق منه ولا غادي تكون تحت منه؟ دابا داك البناي ملي كيحط شي حاجه واحد الخشبه بحال هكا كتقول ليه واش دابا داك الديكور اللي غادي دير غادي ديرو فوق من هادي ولا تحت من هادي؟ واش هادي غادي تكاليه من الفوق ولا غادي تكاليه من التحت؟ واش مقارب بما ان مقارب واش غات الى رسمتي داك الشكل واش غادي تمكي يقرب ليها من الفوق ولا كيقرب ليها من التحت؟ اذا هنا خصنا نعرفوا الوضع النسبي. الوضع النسبي راه ساهل، هو واش فوق ولا تحت ولا يقطع ولا ما فين كاين؟ الوضع بالنسبه للمستقيم، الوضع ديال المنحنى واش فوق منه ولا تحت منه؟ هذا هو اللي كنقصدوه بالوضع النسبي. صافي لا بوزيسيون غولاتيف. دونك غادي يقول لك ادرس الوضع النسبي، ايتيدي لا بوزيسيون غولاتيف étudier la position relative de ci de f et delta. Delta هو المقارب المائل ديالي. ها نعم الإشارة ديال الفرق كنديروها في اكس ناقص يكريك. ادرس الوضع النسبي، هذا سؤال هامشي، الوضع النسبي لسي دو اف ودلتا. كيفاش كنديرو اللي كنديرو دائما الفرق، حساب الفرق، حسب الفرق ودرس الإشارة ديالو. اف لإكس ناقص إيكغيك، إيكغيك كنقصدو بها المعادله ديال هذا المستقيم. شنو هي اف لي اكس؟ راه ما كنحسبوش الليميت، لا كنديرو غير هذا بلا ليميت. اف لي اكس اللي هي ناقص اكس زائد جوج على جي دي اكس زائد واحد ناقص ايكغيك اللي هي ناقص اكس. صافي. اذا غتعطينا اش؟ هذا غيمشي مع هذا لان ناقص اكس زائد اكس غتبقى لي هذه. غادي يمشيو هاد الجوج، قلنا غتبقى لينا جوج على جي دي اكس زائد واحد، وهذا موجب. ها هنا غيبان لك بلي انا راه موجب عادي عندنا ماشي مشكل. صافي موجب هذا ما عندناش فيه مشكل، موجب. ماشي اف اكس تيغ دي ميغفي سي دو اف لا كورب ماشي ليكسبريسيون. اف اكس ايت ان نومبر. ماشي اف اكس سي دو اف. بما ان هذا التعبير موجب، بما ان puisque 2 sur racine x plus 1 juge à la g de x زائد 1 اكبر قطعا من الصفر فان pour tout x appartient لكل x من المجال 1 زائد ما لا نهايه اف لإكس ناقص إيكغيك أكبر قطعا من الصفر. يعني هذا بما أن هذا موجب، إذا هذا موجب. إلا كان موجب يعني أن سي دو اف فوق من دلتا، سي دو اف فوق من دلتا. إلا كان سالب يعني سي دو اف تحت من دلتا. إذا هذا كيعني فوق، أكبر كيعني فوق،
اصغر كيعني تحت. اذا بما ان اف لاكس ناقص واي اكبر يعني هذا فوق من هذا. اذا سي دو اف يوجد فوق المستقيم دلتا. سي دو اف او دسي دو دلتا. اذا هذا هو الوضع النسبي. صافي ماشي اف ليكس ردي البلد تيغدي ميغفي سي دو اف. دابا سالينا من دراسة الفروع اللانهائية كاملهم حددناهم. غادي يجي دابا لا دوزيام بارتي الجزء الثاني من التمرين اللي هو دراسة كل ما يتعلق بالاشتقاق. الجزء الثاني غادي ندرسو فيه الاشتقاق. غادي يقول لك احسب اف بريم لاكس. دونك هنا ما عطاناش التعبير قال لك دونك غادي ندوزو دابا غادي نسطر باش تعرف بلي انني راه ساليت المرحله الاولى. دابا غادي ندوزو للمرحله التاليه ديال الاشتقاق وما يتعلق به. غايقول لك في السؤال الاول او قال لينا في السؤال الاول كالكولي حنا غنديرو كالكيلون زعما حنا غنحسبو حنا لينا حسوبها في بريم ليكس. نمشيو ناخذ المشتقه ديالنا غادي نقولو ليه غير احتياطا دائما هاد الجمله كتبها قبل ما تحسب اف بريم. قلنا اف بريم قلنا اف اي ديريفابل شوف داك لانتيغفال اللي عطاك راه كيعطيك معاه واحد المجال. هنا عطانا دي دو اف ماشي ديما كتكون دي دو اف على حسب. لدينا اف قابلة للاشتقاق على الدي دو اف. صافي مزيان غنجي دابا مباشرة نحسب. اذا لكل اكس من دي دو اف اف بريم ليكس كتساوي نبقى كنحسب حتى نسالي. اذا ناقص اكس زائد جوج على هنا خصك تكونسونطرا معايا لان فيها التخوفيش. اذا كل واحد غنعطيو لا ديغيفي ديالو المشتقه ديال ناقص اكس زائد المشتقة ديال هذا. اشناهي المشتقة ديال ناقص اكس؟ ناقص ما كنديروش ليها الاشتقاق. المشتقة ديال اكس هي واحد اذا انا تعطيني ناقص واحد. عندك هادي تفرق عليهم الاشتقاق رد البال. جوج ما كنديروش ليها الاشتقاق ها هي غنخليها. المشتقة ديال واحد على هذا هو ياش هو ناقص المشتقة ديال هذا على هذا والاستثنان. صافي المشتقة ديال هذا ناقص المشتقة ديال هذا على عليه هو نيتو استثنان حسب القاعدة. اش كتقول القاعدة؟
القاعدة كتقول إلا عندك واحد على اف هي ناقص اف بريم على اف أس 2. حنا عندنا واحد على جدر اكس زائد واحد، هي ناقص جدر اكس زائد واحد بريم على جدر اكس زائد واحد أس 2 حسب القاعدة، ناقص اف بريم على اف أس 2. عندك تمشي تحسب هادو راه ما كيتحسبوش. اذا ناقص واحد زائد جوج في جوج في ناقص ناقص، باش نحيدو علينا ديك الاشاره ما تبقاش مبرزطانا، جوج زائد في ناقص هاد ناقص هاد ناقص عافاكم راه جبتها لهنا غير باش ما تبقاش مبرزطانا. دابا المشتقه ديال الجدر، المشتقة ديال الجدر هي المشتقة ديال الداخل على جوج المرات هذا الجدر، رد معايا البال، المشتقة ديال الداخل على جوج المرات هذا الجدر، الداخل هو اكس زائد واحد بريم على هذا الاس غيمشي مع الجدر تبقى لي اكس زائد واحد لتحت. اذا هذا اللي لتحت ها هو هذا، ها هي المشتقه ديالو، هذا ها هو. اذا غتعطينا عندك دير ناقص 3 راه ما كيتحسبوش، هذا دابا هاد المقام غيهبط حدا هذا، المشتقة ديال اكس زايد واحد هي واحد، اذا هاد المقام هذا غيهبط حدا هذا، وفق القاعدة ا على ب على سي هي ا على ب في سي، اذا هذا في هذا هما، والمشتقة ديال اكس هي واحد، المشتقة ديال واحد هي صفر. غنختزل هاد الجوج مع هاد الجوج، هادي مع هادي، وغادي نكون تقريبا ساليت. إذا غتعطينا ناقص واحد ناقص واحد على إكس زائد واحد جدر إكس زائد واحد، غنعمل بناقص، غتعطيني ناقص عامل واحد زائد واحد على اكس زائد واحد جدر اكس زائد واحد. ناخذ النتيجة، اذا لكل اكس من دي دو اف تلاقينا بلي ان اف بريم لاكس كتساوي ناقص واحد زائد واحد على اكس زائد واحد جدر اكس زائد واحد. فوالا، اذا هذا هو التعبير النهائي، والاشاره ديالو بسيطه جدا، هذا موجب
مع ناقص إذن غادي يكون سالب. دابا ناخذ التغيرات، بما أن puisque هادي باينة من الطيارة pour tout x appartient à D de f f prime l'x أصغر قطعا من الصفر فإن الدالة f تناقصية قطعا على D de f. Alors f est strictement décroissante sur D de f. واضح واضح. غادي يقول لك اعطيني جدول التغيرات، طابلو دو فارياسيون كما قلت لكم، غايقول لك اعطيني جدول التغيرات. طابلو دو فارياسيون جدول التغيرات هو واحد الجدول كتلخص فيه هذا الشيء. هذا اذا اكس اف وهنا ناقص واحد زائد ما لا نهايه. غتلاحظ ان ناقص واحد راه خارجه، اذا غدير واحد الخط هنا. هذا كيعني ان ناقص واحد ما عندوش صوره، دونك النهايه علي من ديال ناقص واحد كنا لقينا فيها زائد ما لا نهايه، والليميت في زائد ما لا نهايه لقينا فيها ناقص ما لا نهايه. إذا غتعطينا تناقصية. صافي إذا تناقصية. غادي يجي دابا الأسئلة اللي قلت لكم كيكونوا هامشية، بحال مثلا أوجد معادلة المماس. قال لك أسيدي هنا حدد معادلة المماس، أوجد أو حدد لنحدد معادلة، المعادلة الديكارتية ولا معادلة المماس؟ معادلة المماس، معادلة المماس تي للمنحنى سي دو اف في اكس صفر يساوي صفر. ديتيرمينو اون ايكواسيون دو لا تانجونت une équation de la tangente t à la courbe cf au point d'abscisse x est égal x0 est égal 0. هنا راه ماشي خصك انت تمشي تحسب لا ليميت ودير، لا لا لا، حط ليه القاعده ديريكت. القاعده راه شفناها ديجا. شنو هي القاعده؟ إيكغيك شحال كيساوي؟ هي اف بريم
ديال اكس صفر في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر، هذه هي القاعده. اذا كتساوي اف بريم ديال صفر في اكس ناقص صفر زائد اف ديال صفر. نمشيو نحسبوا هاد الجوج. اف ديال صفر غتعطيني ناقص صفر زائد جوج على جدر صفر زائد واحد. اذا غتعطيني ناقص صفر زائد جوج على واحد، اذا غتعطينا جوج. غنمشي نحسب اف بريم ديال صفر هنا، هنا اف بريم ديال صفر غادي نحسبها هنا. اف بريم ديال صفر كنمشي للداله المشتقه وكنعوض اكس بداك العدد. ها هي ناقص واحد زائد واحد على صفر زائد واحد جذر صفر زائد واحد. إذا غتعطيني هذا كامل وغادي يعطيني واحد، واحد على واحد واحد زائد واحد جوج، إذا ناقص جوج. وغادي نمشي نحطها هنا، غنحط ناقص جوج وهنا غنحط جوج. إذا بلاصة اف بريم ديال صفر غنحط ناقص جوج اكس زائد جوج. هذه هي المعادلة ديال المماس، عافاكم ما تنسوش عليها. هذه هي المعادلة ديال المماس، هذه المعادلة ديال المماس. صافي، يعني مجرد قاعدة وتعويض نعوضوا فيها. دابا غادي يجي الأسئلة الهامشية. الأسئلة الهامشية هي الأسئلة اللي مرتبطة بالإضافات، مثلا الدالة العكسية، مثلا معادلة سميتو بين أن المعادلة في إكس كتساوي إكس تقبل حلا وحيدا ألفا، شي حاجة بحال هكا. نديروهم حنا بجوج. غادي يجي الشق الثالث. دابا غادي يقول لك مثلا بين أن المعادلة اف لإكس كتساوي إكس تقبل حلا وحيدا، حلا وحيدا ألفا، على المجال واحد ثلاثة على جوج. مبرهنات القيم الوسيطية. مونتخي كو ليكواسيون fx égale x admet une unique solution alpha sur l'intervalle 1, 3 sur 2. إذن هنا الاتصال والركاب، ولكن رد معايا البال قبل ذلك. لدينا
قبل ما دير لي اتصال والرتابه. اف اكس كتساوي اكس، يكافي ان اف اكس ناقص اكس كيساوي صفر. نضع كومبوز اش لإكس كتساوي اف لإكس ناقص إكس. دائما إلا عطاك في المعادلة اف لإكس كتساوي واحد التعبير فيه إكس، من الأفضل أنك تديه للجهة الأخرى وتاخذ واحد الدالة جديدة سميها اش، ولا الجي ولا اللي عجبك. إذا من الأفضل سميها اش. إذا هاد الدالة دابا بغينا دابا نبينو أن المعادلة اش لإكس كتساوي صفر تقبل حلا وحيدا. باش نبينو اف لإكس كتساوي إكس خصنا نبينو أن اش لإكس كتساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا. يعني غادي نشوفو الإتصال ديال هاد الدالة، وغادي نشوفو الرتابة ديالها، وغادي نشوفو أن اش ديال واحد واش ديال ثلاثة على جوج، ماشي اف ديال واحد و اف ديال ثلاثة على جوج. رد لي بها راه غتغلط، حيت ما عطاكش مباشرة اف لإكس كتساوي صفر، عطاك اف لإكس كتساوي إكس. رد البال. إذا غناخدو الإتصال، كونتينويتي، ناخدو بعد التعبير ديال اش لي إكس شحال كيساوي. اف لي إكس ناقص إكس اللي غتعطينا شحال، ناقص إكس ناقص إكس هي ناقص جوج إكس زائد جوج على جوج إكس زائد واحد. إذا الدالة متصلة على هذا المجال. غادي ناخدو إكس ناقص جوج إكس، هادي دالة كونتينيو سيغ لانتيغفال أن تخوا سيغ دو، دالة حدودية. عندي كذلك هذه دالة متصلة على هذا المجال، كونتيني سيغ ان تخوا سيغ دو. علاش علاش هذه قلنا عليها متصلة؟ لأن لتحت إكس زايد واحد موجب قطعا على هذا المجال. الله يجعل البركه الا قلتي لي غير هكا. هذا متصل كار اكس اكس بلس 1 اي كونتينيو سو لانتيغفال 1 3 سيغ 2 اي بور توت اكس ابارتيان ا لانتيغفال 1 3 سيغ 2 x plus 1 strictement supérieur à 0. إذا عندي هادي متصلة هادي متصلة هادي كونتيني هادي كونتيني، إذا هادي كاملة كونتيني. دونك h اي كونتيني سيغ 1 3 سيغ 2. بالعربية x لدينا إكس ناقص جوج إكس دالة متصلة على المجال واحد ثلاثة على جوج، لأن دالة حدودية ما فيها حتى شي مشكل. و إكس جوج على جدر إكس زايد واحد حتى هي دالة متصلة على واحد ثلاثة على جوج.
علاش هادي؟ لان لتحت هذا متصل وموجب قطعا، متصلة على واحد ثلاثة على جوج، ولكل اكس كينتمي للمجال واحد ثلاثة على جوج اكس زائد واحد موجب قطعا. هادو هما الشروط. اذا اش دالة متصلة على واحد ثلاثة على جوج. دابا غادي ندوزو للرتابة، غادي ندوزو دابا للرتابة القطعية. الرتابة لي فارياسيون، التغيرات، لا مونوتوني سميها ما شئت. هنا غادي ندرسو الاشتقاق، غادي نحسبو الدالة المشتقة ديال اش، غتعطيني اف بريم لإكس، باش بلا ما نعاود نحسب من الاول، ناقص اكس بريم. اذا المشتقة ديال اف ديجا عندي هي ناقص واحد، هذه ديجا عندنا باش بلا ما نعاود نحسب من الاول، ناقص واحد على اكس زائد واحد. الا مشيت عاودتي من الاول غادي تعذب بزاف. صافي كنديرو لها غير هكا، هادي بوحدها وهادي بوحدها، وكتعوض هادي بداك الشيء اللي كان ديجا عندك، وهادي كتعوضها بديالها وكتحسب. المشتقة ديال اكس هي ناقص واحد، اذا شنو غتعطينا؟ ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج، ناقص واحد على اكس زائد واحد. غادي نعمل بالإشارة السالبة، جوج زائد واحد على اكس زائد واحد. وكما شفنا أن هذا التعبير هذا موجب مع الإشارة السالبة، إذا غتعطينا إذا دونك لكل اكس من المجال واحد ثلاثة على جوج تلاقينا أن اش بريم لإكس سالبة، أي أن اش ومن اش تناقصية قطعا على المجال واحد ثلاثة على جوج. دو اش strictement décroissante sur l'intervalle 1, 3 sur 2. مزيان. إذا جوج الشروط ذكرناهم دابا. الشرط الثالث هو حساب الصورتين، حساب لنحسب اف ديال واحد، عفوا اش ديال واحد السي حسن، اش ديال ثلاثة على جوج. يلا نحسبوه. اش ديال واحد هي ناقص جوج في واحد زائد جوج على جدر واحد زائد واحد. إذا ناقص اثنان زائد اثنان على جدر اثنان، اللي غتعطينا ناقص جوج، جوج على جدر جوج هي جدر جوج. كاين عندكم آلة حاسبة ما نخافش عليكم. الصورة دابا ديال ثلاثة على جوج،
هي ناقص 2 في 3 على 2 زائد 2 على 3 على 2 زائد 1 آلة حاسبة. دونك هنا ناقص 2 على 2 هي ناقص 3 سينو هي كاملة ناقص 2 في 3 على 2 زائد 2 على جدر 3 على 2 زائد 1 هي كاملة شتيها ناقص 15 زائد 2 جدر 10 على 5 ناقص 15 زائد 2 جدر 10 ناقص 15 ناقص المشكلة يقدر يعطيونا بجوج بهم أعداد سالبة ناقص 15 ما عرفت زائد 2 جدر 10 لا أظن 4 في 10 400 لا 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 غادي يعطيونا اعداد موجبه على ما اعتقد لا 4 في 10 40 يعطيونا اعداد سالبه بجوج ناقص 2 زائد جدر 2 عطاني عدد سالب ناقص 15 زائد 2 جدر 10 على 5 عطاني عدد سالب كاين شي مشكل هنا الاخوان كاين شي مشكل هنا كاين شي مشكل هنا كاين شي مشكل في التمرين نورمالمون خصني يدير ما بين 0 و 3 على 2 خصني يدير ما بين 0 و 3 على 2 اذا انا غادي نحول الصيغه ديال التمرين انا غادي نحول الصيغه إذا ما غاديش ندير أنا ما بين واحد و ثلاثة على جوج غادي ندير ما بين صفر و ثلاثة على جوج صافي ما بين صفر غنبدا من هنا ما بين صفر و ثلاثة على جوج ما بين صفر و ثلاثة على جوج اللي وضع التمرين راه دار فيه مشكل إذا غادي نحول الصيغة ديالو ما بين صفر و ثلاثة على جوج لان كاين مشكل ما بين 0 و 3 على 2 حيت ضروري خص واحد يكون موجب الاخر يكون سالب ما بين 0 و 3 على 2 ما بين 0 و 3 على 2 اذا غتعطينا شي كلشي مقاد اذا الصوره ديال صفر الصوره ديال 3 على 2 اذا غتعطيني هنا ناقص 2 في صفر زائد 2 على صفر زائد 1 اذا غتعطينا ناقص صفر زائد 2 على 1 اللي هي 2 حيت ضروري ضروري باش يكون الفا ما بين عددين خص
الصور ديالهم، وحده تكون موجبه وحده تكون سالبه. دابا هذه موجبه وهذه سالبه، دابا مزيان صافي، هذه موجبه وهذا سالي، اذا مزيان. اذا الفا صافي، حسبنا الصور ديالهم. اش غادي نقول ليه دابا؟ غادي نقول ليه اذا حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة اش لي اكس ماشي اف، اش لي اكس كتساوي صفر، تقبل حلا. شوف واش درت جلا، تقبل حلا تقبل حلا وحيدا الفا على المجال صفر ثلاثة على جوج. ومن هاد، ومن راه ماشي من المباراة أنا انطلاقا من هادي، ومن المعادلة اشنا هي؟ اش ليكس كتساوي صفر، هي اف ليكس كتساوي اكس، تقبل حلا وحيدا الفا على المجال صفر ثلاثة على جوج. صافي صفر ثلاثة على جوج. غادي نجيو دابا لهنا فوالا بالفرنسية. دونك دابخي لو تيوغيم عندكم ديرو تي في، دابخي لو تيوغيم دي فالور انترميديار دابخي لو تيوغيم دي فالور انترميديار ليكواسيون اش اكس ايكال زيرو ادمي يونيك solution alpha sur 0, 3 sur 2. Donc, l'équation fx est égal à x admis unique solution alpha sur 0, 3 sur 2. هادي هي مبرهنات القيم الوسيطية، والسؤال أخذ منا القليل من الوقت. قال لك دابا انشئ منحنى الداله هكا الرسم، هكا الرسم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الرسم مشاكل هذا الرسم. قال لك اسيدي ارسم لي المنحنى ديال الداله. استغفر الله. المنحنى ديال الداله غادي نرسموه ماشي مشكل. صافي نرسمو المنحنى ديال الدالة. دابا غادي نجيو للرسم. ها نرسمو دابا منحنى دالة. إذا غادي نحتاج أنني نرسم المعلم. كتوصلوا لهذا الرسم هذا وكتفشلوا، كيفشلوا لكم الركابي. ما فهمتش علاش التلميذ كيدير كلشي، كيوصل الرسم كيبقى كيتفرج.
اول داله غادي نرسم اول دا اول منحنى داله غادي نرسمو، اول داله غنمثلوها. اذا غادي نطلع هذه شويه، دونك غادي نديرو دابا التدريجات، التدريجات ديالنا راه ساهل الرسم، هي ركز معايا اش كنقول لك وصافي. التدريجات ديالنا غنوريك واحد الطريقه كنعاونوا بها التلاميذ اللي ما عندهمش مع الرسم. اذا غندير هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد جوج ثلاثة أربعة. ما تخافيش يا آية، ما تخافيش أنا معك. غنتعلمو نرسمو كلشي، غير صبرو. اذا هنا كنديرو الاسهم ديال المنحنى ديالنا، دونك هنا او اللي هي صفر، اي جي هذا هو التوجيه. اذا هنا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، انا ما نحتاجوش بزاف لان اصغر رقم هو ناقص واحد، ناقص جوج ناقص ثلاثة. هنا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هنا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة، وما نحتاجوش بزاف، سينو نديرو ناقص ستة ناقص سبعة، المهم مكايناش. أول حاجة كنرسموها هما المقاربات، المقاربات. لاحظ معايا شنو هما المقاربات اللي عندي، المقاربات اللي عندي، عندي مقارب عمودي معادلته اكس كتساوي واحد، اكس كتساوي واحد هو المستقيم العمودي المار من واحد. مثلت غادي نمشي نرسم المستقيم العمودي المار من واحد. هذا هو المستقيم المعادلة ديال إكس كتساوي واحد، المستقيم العمودي المار من واحد. عندي كذلك مقارب آخر، عندي مقارب مائل معادلته إكريك كتساوي ناقص إكس. إلا بغيتي ترسم هذا خد ليك جوج ديال النقاط، إكس عطيه رقم، جوج ديال الارقام هنا، رغم ان هذه داله خطيه كدوز من المنحنى ديالها كيدوز من اصل المعلم، ما علينا. الا درنا بلاصه اكس صفر غتعطيني ايكغيك ناقص صفر اللي هي صفر، الا درنا بلاصه اكس مثلا 4 غتعطيني ايكغيك ناقص 4. اذا غنمشي ناخذ النقطه صفر صفر ها هي، وغادي ناخذ معاها النقطه 4 ناقص 4، أربعة هاي أربعة، لا ضروري بالعبارة، لا ما يمكنش نديرو هذا العمودي راه باين، الأفقي والعمودي باين، ولكن إلا كانت عنده معادلة لا ضروري، داكشي كيكون بالعبارة. ديجا درنا في التسعة كيفاش كنرسمو مستقيم، ها النقطة الثانية
اذا غادي نربط دابا ما بين 0 0 وما بين 4 وناقص 4. اذا هذا هو داكشي خص يكون واضح. هذا هو يكريك كتساوي ناقص اكس. اذا سالينا من المقاربات. دابا غادي نجيو للمماسات. المماسات عندنا واحد المماس، عندنا واحد المماس المعادله ديالو يكريك كتساوي ناقص جوج اكس زائد جوج. كيفاش كنرسمو واحد المستقيم؟ نفس الطريقه اكس يكريك. شوف معايا كتعطي جوج الارقام الاكس كيف ما عجبوك، غير يكون ارقام باينه. مثلا صفر، الى درت اكس كيساوي صفر، اذا ناقص جوج مضروبه في صفر هي صفر زائد جوج هي جوج. وغادي ندير مثلا الاكس واحد، ناقص جوج مضروبه في واحد هي ناقص جوج زائد جوج هي صفر. اذا غنمشي للنقطه صفر جوج، ديما اكس الفوق صفر جوج، صفر جوج هي هذه، ها صفر غنطلع، ها هي النقطه الاولى. غنمشي ناخذ معاها النقطة الثانية واحد صفر، إذا غنمشي واحد دائما إكس راه كنتمو غاديين يمين ويسار، إكريك أعلى وأسفل، إذا إكس واحد، إذا غنمشي هكا لواحد صفر يعني غنبقى بلاصتي. إذا غادو هما المماس، هذا هو المماس. المماس فين بغيناه؟ فين بغيناه؟ فين بغينا المماس؟ واش حنا نعم حنا كنجيبو الارقام من عندنا. بعدا راه المقارب راه ماشي في ناقص في واحد، راه المقارب في ناقص واحد. اعتذر، المقارب راه في ناقص واحد. حتى واحد فيكم ما قالها ليا. مقارب عمودي معادلته اكس كتساوي ناقص واحد. حتى واحد فيكم ما قالها ليا. حتى واحد فيكم ما قال ليا بلي المقارب راه في ناقص واحد. شتي البسالات؟ حتى واحد ما نبهني للمقارب. واحد فيكم ما قال لي راه المقارب راه ماشي واحد او ستاد راه ناقص واحد. تا دابا كنشوف الشكل جاني عجب. هنا راه اللي كنكون خدام او كنكون عيان راه التركيز راه كيمشي. واذا راه نتوما دابا اللي كتلجموا الخدمه، عودوا ردوا البال عافاكم. اكس كتساوي ناقص واحد ماشي واحد. مقارب عمودي معادلته اكس كتساوي ناقص واحد. مزيان. اذا قلنا عندنا مماس غيدوز من هاد جوج النقاط، ولكن هاد المماس فين بغيناه؟ بغيناه في النقطة ذات الأفصول صفر، يعني بغيناه في غير في هاد البلاصة. إذا غادي ندير لي غير هكا، فقط غير هاد الشوي توت هذا. المماس كنديرو ليه الأسهم. يلا صافي، دونك هادو هما المعطيات اللي عندنا. صافي هادو هما المعطيات اللي عندنا. وقال لي بلي ان المنحنى راه كاين فوق من هذا المستقيم، فوق من الدلتا، هذا هو دلتا فوق منه. اذا الداله عندي تناقصيه، شوف الداله عندي تناقصيه، الداله تناقصيه. اذا هكا غادي يكون الشكل، او لا يمكن الاستعانه. رد معايا البال، شوف شنو غادي ندير. غادي نمشي للاله حاسبه، غادير طابل، قلب على طابل، غادير هكا، غادير طابل، ها هي كاينه في 7. غتخرج ليا الداله كتساوي في الاكس كتساوي، غندخل الداله كامله ناقص اكس هو اللي بالاحمر. اذا كدير الفا وكدير اكس، زائد غادي ندير الكسر، الداله ديالي فيها جوج على جذر اكس زائد واحد، جوج على جذر اكس. واش الداله ديالنا هي هادي؟ انا ندخلها للماكينه. جاتك عجب بلا ما تجيك عجب، تساوي
قال لك باش من قيمه غادي تبدا، غنقول له يا ودي بدا لينا بناقص واحد، ناقص واحد ادنى قيمه عندي. قال لك باش من قيمه غتسالي، قول له سالي ب10، ياك انت اللي غتحسبهم ماشي انا، سالي ب10 واخا عندنا اخر قيمه هنا هي 7. ستيب شحال من اش من خطوه بيتي حسب؟ واش بيتي حسب لك مثلا الصوره ديال ناقص واحد وديال صفر وديال واحد وديال جوج وديال ثلاثه وديال اربعه؟ بركه يكفينا، اذا غنديروا واحد. الا بغيتي يحسب لك النص بالنص، يعني الصوره ديال ناقص 0.5 وديال واحد وديال واحد ونص وديال جوج وديال جوج ونص وديال اللي عجبك، المهم انا نخلي واحد. ها هو غادي يعطيني الصور، ها هو كيحسبهم كلهم مباشره، عطاني الصور. قال لك ناقص واحد ما عندهاش صوره، اذا فعلا راه ناقص واحد ما عندهاش صوره. الصوره ديال صفر قال لك هي جوج، الصوره ديال صفر هي جوج، اذا غنمشي ندير الصوره ديال صفر هي جوج. قلم 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 السي حسن، الصوره ديال صفر هي جوج، هاي الصوره ديال واحد هي 0.41، الصوره ديال واحد هي 0.41 تقريبا هنا، الصوره ديال جوج، الصوره ديال جوج هي ناقص 0.8، الصوره ديال جوج تحت من صفر بشويه، الصوره ديال ثلاثة هي ناقص جوج، الصوره ديال ثلاثة هي ناقص جوج. اذا ها هي نقطه اخرى، اذا كاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي، الصوره ديال 4 هي ناقص 3.1، الصوره ديال 4 هي ناقص 3.1، الصوره ديال 4 هي ناقص 3.1. اذا غتكون تقريبا هنا الصوره ديال 5، ناقص 0.8 كاينه هنا، شوف انا فين درتها، لا اله الا الله. الصوره ديال 5 هي ناقص 4.1، الصوره ديال 5 هي ناقص 4.1. تقريبا فوتو 4 بشوي، اذا غادي تكون هي هذه. ناقص 4.1، الصورة ديال 6 هي ناقص 5.2، سينو نخليو غير هادو برا. يلا دابا غادي تاخد قلم الرصاص وبشوية عليك، بما أن هذا كيتسمى مقارب، يعني غادي يجي كيقرب ليه، غادي يجي حداه من حداه كيقرب ليه. بغيتي دير الصورة ديال 0.5 ديرها اللي عجبك، شوف معاه غادي نربط دابا ما بين هاد النقط وغنطلع. غادي نقيس هذا، هذا سميتو مماس، وغادي نطلع وما خصنيش نفوت هذا لان هذا مقارب، غادي وكيقرب لي. وغادي نعاود ليه بلون اخر،
اذا هذا هو المنحنى ديال الداله. الى رسمتي الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، الديكاتور اللي مطلوقه في المنحنى، واكيد كنستعملوا بآله حاسبه باش نحددوا بعض النقاط. ديك ديال دا ديك ديال الروضه فاش كيدير لك نقاط هكا وكيقول لك سير النقاط بخط، كتبقى ترسم دوب ولا كترسم دائره ويبقى مجموعه من النقاط، كتبقى تشد القلم وكتربط بيناتهم. اذا ملي كنديروا هاد النقاط كيعاوننا فقط بالاستعانه بآله حاسبه. الا بغيت ترد الآله الحاسبه لبلاصتها راه وخط فيها، راه وخط فيها وتشعلها ما غاديش ترد. اذا باش تردها غترجع لهنا وغدير واحد صافي. اذا هذا التمثيل ديال هذه الداله، هذه واضح. اذا هذا التمثيل ديال هذه الداله هذه. غادي دوز دابا للداله العكسيه. راه التمثيل ديال الداله راه ما كيجيش كمهاره، كاين اللي كيرسم كاين تلامد اللهم بارك كتعطيه الداله كيرسمها كيتفنن فيها، كاينين تلامد اللي صعيب عليهم الرسم ولكن خصك تتعلم، لان ملي كنعطيك دراسه الداله كتقول لي استاذ راه درت كلشي ولكن الرسم ما درتو ما كنعرفش. انت غتعرف، خصك تعلم ترسم المستقيم، تعلم ترسم المستقيمات، تعلم بعدا هادو راه ملي كنجيو للتفصيلات في النهار الوطني راه هذا مثلا كتكون عليه 0.25، هذا 0.25. اذا تعلم بعدا انك تسرق دوك الاجزاء من النقاط، وديك الساعه الا ما عرفتي دير هذا ماشي مشكل، دير لي غير المنحنى ورسم المقاربات، رسم المماسات، لان كل حاجه ترسمت عندها النقطه ديالها الجزئيه. اذا غادي يجي دابا الداله العكسيه وغادي نختمو، نرجعو للورقه ديالنا. اذا غادي يقول لك بين ان اف، بين ان الداله اف بين ان تقبل دالة عكسية، بين أن الدالة تقبل دالة عكسية، بين أن الدالة تقبل دالة عكسية في موزن معرفة على مجال جي يتم تحديده. montrer que la fonction f غادي اول داله راه ان شاء الله تعالى كل حصه غادي ندخلوا للمتتاليات وغنبقى نخدموا كل حصه مثلا نديروا واحد الحصه خاصه بدراسه داله صافي، حصه ديال درس جديد وحصه ديال دراسه داله. montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle g à déterminer. المهم علينا حنا الرتابه والاتصال عندنا ما عندناش فيه مشكل، لدينا f متصلة، هذا سؤال عادي، متصلة وتناقصية قطعا على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. إذا F تقبل
نعم، بديت مع الجذور تقبل دالة عكسية اف موان زان. غدا عندهم حصة، غدا تدخلوا معاهم، غير فكروني اذا جي اف تقبل دالة عكسية اف موان زان معرفة على مجال جي بالفرنسية والنايف كونتيني استريكتومون ديكروسانت سور لانترفال موان زان بلوس لانفيني. دونك اف admet une fonction réciproque f moins 1. باش نحددو المجال جي، جي هو الصورة ديال المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية، وبما أن الدالة تناقصية إذا غتعطيني الليميت زائد ما لا نهاية، والليميت في واحد بلوس، وهادو راه ديجا حسبناهم، الليميت في زايد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، والليميت في واحد بلوس هي زايد ما لا نهاية، صافي، إذا ناقص ما لا نهاية زايد ما لا نهاية، لا أيا أيا نتوما غير تكونسونطرو في هادشي اللي كديرو دابا. إذا هذا هو المجال، هذه هي الدالة العكسية. قال لك شوف معايا واحد السؤال، واحد السؤال سؤال عادي، بين ان اف ناقص واحد قابلة للاشتقاق على الجي، كيفاش غادي نجاوبوا على هذا السؤال؟ شي واحد فيكم يجاوبني، خصوصا المتمدرسين. Montrez que f moins 1 est dérivable sur g. سؤال بسيط، ما عندناش التعبير ديال f moins 1 باش ناخذوا هذه قابله وهذه قابله، وبما ان هذه موجبه و ما عندناش. اذا شنو غنقول ليه؟ لدينا f قابلة للاشتقاق على اي، إذن اف موانز قابلة حسب القاعدة للاشتقاق على الجي، لا أقل ولا أكثر. قلنا اف ديريفابل sur i. Donc f moins 1 est dérivable sur g. هذه القاعدة، ما فيها حتى شي حاجة صعيبة، واضح. كتقول القاعدة إذا كانت f قابلة للاشتقاق على i فإن f موان زان قابلة للاشتقاق على صورة اي. صافي، غادي يقول لك، يقول لك دابا انشي المنحنى الممثل للدالة العكسية، المنحنى الممثل للدالة العكسية، هذا نتركه للحصة المقبلة. إذا هادشي اللي عندنا في هاد الدالة، هذه الحصة المقبلة غادي نتعلمو كيفاش نديرو الإنشاء ديال المنحنى ديال دالة عكسية، والله يجعل البركة. إذا الحصة المقبلة ربما غادي تكون غدا زوالا.
ربما غادي تكون حصه غدا مع ثلاثه ولا اربعه، ربما، العلم لله. تمام، نفيقوا في الصباح الى احيانا الله، ونشوفوا البرنامج اليومي كي غادي يكون. الا كان حدي الدار راه غادي نوصي لكم الحصه غدا مع ثلاثه ولا اربعه. الا ما تلاقينا غدا، دونك الحصه يوم الجمعه. اذا غادي نعطيكم الداله المواليه، غنعطيكم الداله المواليه اللي نتوما غادي تدرسوها هذه الدراسه هذه. يلا، اللهم يسر ومسيه سعيده للجميع. تهلاو ليا فريوسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.